بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في هذا الصباح وانطلاقات سن الكبار ومنافسات شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة. متابعينا الكرام، كان الحضور في هذا الصباح مع أول الأشواط مع حضور من انتزعت أول أشواط الحيل، نهني هجن الشحانية والتانية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وتلو سيلفي شوط الزمون لينتزع مع أيضا قيادة المشاغب محمد بن خالد العطية. نهني هجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار في هذه الأشواط الصباحية. متابعينا الكرام، على بركة الله أعلنت انطلاقة ثالث أشواطنا، نتابع من خلال هذه المسيرة وهذه الأسماء المنطلقة معنا في تحديات الكبار في منافسات الكبار هنا مع انطلاقات الثمانية كيلومترات. أسير مع البداية وتابع الصدارة هنا وأول المراكز الفائزة هنا على مقدمة الشوط لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع أول المراكز وثاني المراكز. وتابع القدوم والانطلاق من ريما لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بالخميس الجنيبي هنا يتابعها في ثاني المراكز وثالث الأسماء. وتابع القادمة هنا والمنطلقة متابعين الكرام وصلت ملوح لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي يتابعها هنا في هذا الانطلاق في هذا التحدي. رابع الأسماء وصول من ضحى لهجن الرئاسة بمتابعة علي بن جبيل الوهيبي هنا قادمة مع رابع المراكز. وخامسا نتابع وتابع النصيبة، وصلت النصيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي هنا يقدمها ويتابعها في هذا الشوط. إذن هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى المنطلقة معنا في هذا الشوط في هذه المنافسة. ولكن أعود أتابع البداية أتابع الفائزة، الله هي الفائزة هنا على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة تنطلق بالبداية بالصدارة في هذه اللحظات. متابعين الكرام، انطلاقة مميزة هنا مع الفائزة على مقدمة الشوط لهجن الرئاسة بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع أول المراكز والمسار الأول هنا مع انطلاقة الفائزة. ثاني المراكز وتابع ريما، وصلت ريما مع ثاني المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بالخميس الغيلاني يتابعها هنا مع ثاني المراكز مع انطلاقة ثاني المراكز وتواجد ريما هنا مع ثاني المراكز وثالث الأسماء. تابع مشاهدين الكرام أتابع الوصول والقادمة من لافية، وصلت لافية لهجن الشحانية هنا مع ثالث المراكز ولفت لافية هنا في هذه اللحظات. الله يا لافية هنا يتابع لافية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق هنا أيضا قادم مع انطلاقته لافية مع ثالث المراكز. ولكن وصلت وانطلقت من الجانب الآخر نجود هنا، وصلت نجود لهجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هنا أيضا تنطلق وتغير بدورها من مركز إلى مركز بمتابعة الواثق
حمد بن راشد بن غدير هنا قادمة نجود في هذه اللحظات، ولكن أتابع الانطلاق هنا من النصيبة، وصلت النصيبة هنا قادمة في ثالث المراكز اسمه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وصل الجنتلمان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي قادم مع ثالث المراكز ورابع الأسماء. الله يا ريمة هنا أيضا في رابع المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس الغيلاني العملاق العيناوي يتواجد أيضا مع انطلاقة هريمة مع رابع المراكز، وخامسا هناك لافية لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. متابعينا الكرام، خماسية البداية، خماسية الانطلاق في تحديات الكبار، في انطلاقات الكبار، أعود من حيث بدأنا، أعود إلى البداية هناك والصدارة. الله هي الفائزة مع مقدمة الشوط مع الصدارة، الله هي الفائزة لهجن الرئاسة على مقدمة الشوط منذ البداية بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا على البداية الأولى على المسار الأول. ولكن شوف النصيبة قادمة مع ثاني المراكز لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. الله هي النصيبة هذا الاسم التراثي هنا أيضا ينطلق في منافسات الكبار في تحديات هذا الختامي الكبير نشهد هنا في هذه الأيام، ونحن شارفنا على أيضا انقضائه. هنا نتابع أيضا متابعين الكرام انطلاقة أيضا هذه الأشواط وانطلاقات الكبار في يوم الغد، سوف نشهد أيضا بداية أيضا وانطلاقة أقوى المهرجان، أقوى أيضا أيام هذا المهرجان وهو يوم الختام، ولكن الجميع يترقب هذا اليوم بكل اشتياق بما يحمل من أسماء قوية ولامعة. سوف نكون بإذن الله في الموعد في يوم الختام بأيضا مشاهدة مميزة ومتابعة أيضا لجماهير هذه الرياضة العربية الأصيلة. أتابع أيضا الأسماء، أتابع نجود هنا لهجن العاصفة قادمة في ثالث المراكز، حمد بن راشد بن غدير هنا يتابعها في ثالث الانطلاق، ولكن القادمة هنا مع رابع المراكز وصلت ريمة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وصل العملاق العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي، ولكن من القادم؟ وصلت منصورة لهجن الشحانية. هنا العملاق بدأ أيضا يقدم الأسماء القوية مع أيضا تواجد منصورة هنا بدورها في هذا الشوط. سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا قادم مع انطلاقة منصورة ومع هذه الأسماء. الله 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 متابعين الكرام، هكذا الأسماء القوية، هكذا المنافسات العملاقة، ولكن الفائزة هنا مع الفوز مع الانتصار إلى هذه اللحظات لهجن الرئاسة. الله هي الفائزة منذ البداية وهي في الصدارة، تقود الجموع، تقود هذه الأسماء المشاركة هنا في هذا الشوط. الله يا محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هنا أيضا يتابعها في البداية والصدارة، ولكن منصورة هنا قادمة في ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ثنائية على مقدمة الشوط. هنا أيضا نتابع منصورة والفائزة ومنصورة بانطلاق ثنائي على البداية وعلى الصدارة. الله الله، ولكن أتابع ثالث المراكز هناك القادمة النصيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي، ولكن القادمة أتابع الوصول هناك من ريمة مع رابع المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، محفوظ بن خميس
الغيلان يتابعها، ولكن هناك القدوم في هذه اللحظات متابعين الكرام من نجود مع خامس المراكز لهجن العاصفة بمتابعة حمد بن راشد بن غدير. هكذا النداء متابعين الكرام للخمس المراكز الأولى، ولكن العودة هناك مع البداية مع مقدمة الشوط. الله يا الفائزة، الفائزة ومنصورة، انطلاق ثنائي على مقدمة الشوط على البداية، ولكن الفائزة لهجن الرئاسة هناك على مقدمة الشوط بمتابعة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي هناك على البداية والصدارة وملازمة منصورة هناك مع البداية لهجن الشحانية سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هناك أيضا يتابعها. مشاهدين الكرام، انطلاق ثنائي، انطلاق ذاتي لهذه اللحظات متابعين الكرام، ولكن أيضا بدأنا بالاقتراب. وصلت إلى أسماء، وصلت فتون لهجن العاصفة هنا قادمة مع ثالث المراكز حمد بن راشد بن غدير، ولكن من الجانب إلى آخر وتابع. وصلت بلشة لهجن الشحانية بمتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن تحركت ريمة هناك مع خامس المراكز لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الانهيال محفوظ بالخميس الجريبي، ولكن أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية، أعود إلى الصدارة. الله يا الفائزة مع الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، ولكن منصورة غادرت، أعلنت الانطلاق، أعلنت التواجد. الله يا منصورة لهجن الشحانية هناك على مقدمة الشوط بقيادة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي هنا مع مقدمة الشوط وانطلاقة منصورة. الله يا منصورة، النصر مع منصورة، بسم الله ما شاء الله، أعلنت الانطلاق، أعلنت التواجد بكل قوة. الله يا العملاق. أيضا هذه النتيجة أيضا تطمن محبين هجن الشحانية بهذا الأداء القوي هنا مع انطلاقة منصورة، من أعلنت المغادرة، من أعلنت الانطلاق هنا بالبداية على مقدمة الشوط. ولكن شوف القادمة، وصلت فتون، وصلت العاصفة وهجنها هنا مع ثاني المراكز، وصل الواثق حمد بن راشد بن غدير هنا قادم مع ثاني المراكز، ولكن الله يا منصورة مع اللحظات الأخيرة، منصورة مع الختام، مع هذا الشوط. الله يا العملاق هنا مع منصورة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على هذا الفوز. والنقطة الثالثة على التوالي، والثانية أيضا متابعها العملاق سلطان الوهيبي والسيارة التاسعة أيضا. الله يا العملاق، وأسعد الله صباحك، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتانية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وصلت فتون مع ثاني المراكز لهجن العاصفة، ثالثا كان الوصول. وصلت في ثالث المراكز شوق لهجن الرئاسة، ورابع المراكز كان الوصول من بلشة لهجن الشحانية، وخامسا كان الوصول مشاهدينا الكرام من خطيرة لهجن الشحانية. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. أتت منصورة لتظفر بناموس هذا الشوط، نتابعها أيضا من خلال الإعادة وتوقيتها الزمني 12:52 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنية للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي أيضا السيارة التاسعة. مشكور يا ابو بريك. ثاني المراكز نتابع ايضا الوصول في هذه اللحظات من فتون، من وصلت مع ثاني المراكز 12:55 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، والتانية أيضا الواثق حمد بن راشد بن غدير. ثالث المراكز وصلت شوك 12:58 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتانية لأحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. تهاني